مرحبا دفعة أثر، كيفكم؟ إن شاء الله يومكم كان سعيد. معكم زميلتكم من امتياز جامعة العلوم والتكنولوجيا في طب الأسنان كارينا الهشلوان. رح نكون سوا خلال هذا الفصل إن شاء الله في كورس البيريودونتولوجي، وطبعا الكورس رح يعتمد على التفاريغ. رح نعدل على التفاريغ بالصور والجمل اللي لازم يتعدل عليها، أو يمكن حتى نضاف عليها صفحات. رح يكون في الفيديوز اللي مسجلة، طبعا رح نعتمد على السلايدات والكتاب المقرر والريكوردات تبعون المحاضرة عندكم في الجامعة، ورح يكون في عنا مراجعة لأسئلة السنوات، ورح يكون في عنا تلخيص قبل الامتحان، زائد أسئلة مقترحة خلال الدورة إن شاء الله. طبعا كنت معاكم في سنة تانية في الأورال هيستولوجي، وهاي السنة رح أكون معكم في كورس البيريو. هلأ خلينا نيجي لإيش المحاضرات اللي رح ناخدها في كورس البيريو. طبعا this lecture اللي هو second lecture of periodontology course عندكم بالجامعة، هي lecture الملخصة لكل المحاضرات اللي رح تاخدوها في كورس البيريو. هلا هاي lecture اسمها classification of periodontal diseases، يعني خلال هذا الفصل رح تعرفوا كل أنواع periodontal diseases الموجودة عندي وتصنيفها وأسبابها و يعني المعالجة تبعتها أو الوقاية منها، تمام؟ فهذا الجدول مهم، لأن هذا الجدول هو الخريطة تبعتي لهذا الفصل، أوكي؟ طبعاً إحنا الكلاسيفيكيشن اللي بنعتمد فيه في العيادات هو الكلاسيفيكيشن تبع أي سنة؟ تبع 2017. مهم نعرف إنه الكلاسيفيكيشن تبعنا بيعتمد على أي سنة؟ على سنة 2017. إيش اسم الجدول؟ Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions 2017. أوكي؟ سو مهم نعرف إنه الكلاسيفيكيشن المعتمد في العيادات هو الكلاسيفيكيشن تبعت 2017. نيجي للperiodontal diseases and conditions، بنقسمها لثلاث أجزاء: لperiodontal health، gingival disease and conditions، so الconditions اللي دخلها بالجنجوة. بنقسمها للperiodontitis، الconditions اللي دخلها بالperiodontitis نفسه. بنقسمها لother conditions affecting the periodontium، so لا هي gingivitis ولا هي periodontitis، بس برضو conditions affecting the periodontium. تاني قسم في هذا الجدول اللي هو البيري امبلانت ديزيزز اند كونديشنز. نيجي لاول قسم للجنجيفال هيلث والجنجيفال كونديشنز. اول اشي لازم نعرف بيريدونتال هيلث اند جنجيفال هيلث. ليش بنعرف البيريدونتال هيلث اند جنجيفال هيلث؟ لانه وانس انا بعرف كيف شكل الجنجيفا وهي هيلثي، راح اقدر اميز اذا هاي الجنجيفا فيها اي ديزيزز، لانه أي صفة بصير فيها خلل عن الصفة تبعت الهيلثي جنجيفا بقدر وقتها أصنفها على إنها ديزيز. تاني قسم نيجي على الجنجيفايتس دنتال بايوفيلم انديوست. هلا شايفين حتى في الجدول ركز على إنه إتز دنتال بايوفيلم انديوست، معناته إحنا بالعيادات لما يجينا كيس لازم نركز إحنا بنكتب على الشيت تبعتنا إنه إتز دنتال بايوفيلم انديوست جنجيفايتس، أوكي؟ So this is very important to mention that this is دنتال بايوفيلم انديوست جنجيفايتس. ليش؟ لأنه في عنا جنجيفال ديزيزز نان دنتال بايوفيلم انديوست، أوكي؟ سو بنركز انه الجنجيفايتس او الكيس اللي اجت عنا على العياده اذا كانت جنجيفايتس انه نكتب قبليها انه it is dental biofilm induced. بعدين يجي للقسم الثاني في هذا الجدول اللي هو البيريودونتايتس. البيريودونتايتس برضو بقسمه لثلاث اجزاء: necrotizing periodontal disease، periodontitis، وperiodontitis as a manifestation of systemic diseases، يعني systemic diseases، اوكي؟ يعني حاله مرضيه موجوده عندي بالجسم أثرت على البيريودونتيوم وأدت إلى البيريودونتايتس. وعندنا other conditions affecting the periodontium، في عندنا systemic diseases أو conditions affecting the periodontal supporting tissue. So systemic diseases الموجودة عندنا بتأثر على periodontal supporting tissues، أوكي؟ وعندنا periodontal abscess and endodontic periodontal lesions، عندنا mucogingival deformities and conditions، traumatic occlusal forces، tooth and prosthesis related factors. so حتى التوث نفسه احيانا بقدر يسبب عندي مشاكل في البيريودونتيوم او التوث supporting tissues. نيجي للبيري امبلانت ديزيزز اند كونديشنز. اول اشي نفس ما هون اخذنا رح ناخذ على البيري امبلانت هيلث. ليش؟ لانه اول ما اعرف how is the
mucosa and bone that is healthy looks like around an implant, بقدر أصنف إنه this is healthy peri-implant tissue ولا affected أو فيها conditioned peri-implant tissues. Okay. فنفس الإشي بنبلش بالhealth، بعدين بنروح للperi-implant mucositis، بعدين للperi-implantitis، بعدين للperi-implant soft and hard tissue deficiencies. نيجي لأول تصنيف اللي هو periodontal health and gingival health. So كل شوي رح نرجع لهذا الجدول عشان نعرف إحنا وين موجودين. So إحنا بأول مربع هون اللي هو periodontal health and gingival health. So how does healthy gingiva look like? أول صفة بنطلع عليها اللي هو color of the gingiva. The color of the gingiva should be coral or pale pink. Coral يعني مرجاني. Or pale pink. So لازم يكون لون الجنجبة زهري فاتح. طبعا عندنا exception لهذا الموضوع زي اللي هو racial slash physiological pigmentation. تمام؟ So هون عندنا healthy جنجبة بس بسبب وجود physiological أو racial pigmentation بلاقي هذا اللون البني أو المسود شوي. طبعا شايفين كيف هذا اللون diffuse, uniform around all teeth. تمام؟ هلا هذا الريشل أو فيسيولوجيكال بيجمنتيشن شو سببه؟ سببه زيادة في نشاط الميلانوسايت، so زيادة في نشاط الخلايا الصبغية. هل حكيت إنه أنا زيادة في النشاط وليس زيادة في العدد؟ معناته عدد الميلانوسايت بين الأفراد اللي هو الخلايا الصبغية بسميها ميلانوسايت متساوي أو متقارب، بس نشاط الخلايا بين الفرد والفرد بيختلف. عشان هيك في ناس عندهم الفيسيولوجيكال بيجمنتيشن على their gingiva. نيجي للأوتلاين of the gingiva. الأوتلاين of the gingiva لازم تكون scalloped. شو يعني scalloped؟ يعني arch-like، يعني مقوسة. أوكي؟ يعني شكل الجنجبة حوالين الأسنان لازم يكون مقوسة. أوكي؟ so هون على شكل أقواس أو scalloping of the gingiva. ثالث خاصية في الجنجبة اللي هو margin of the gingiva. أوكي؟ so this is gingival margin. This is إيش؟ interdental papilla. ركز على gingival margin. أوكي؟ هذا gingival margin لازم يكون knife edge margin. شو يعني knife edge؟ يعني حاد مثل السكين. تمام؟ so لو نطلع على gingival margin فعليا هو هون حاد وبقدر أشوف حدوده بالضبط. تمام؟ so this is healthy gingiva. لحد هلا ليش هاي الجنجبة healthy؟ لأنه لونها زي ما حكينا زهري، الأوتلاين عنا ياها scalloped مقوس. أوكي؟ المارجنز عنا ياها thin knife edge like. بالنسبة للinterdental papilla لازم تكون عندي الinterdental papilla pointed. شو يعني pointed؟ يعني حادة. تمام؟ so هون الinterdental papilla حادة، هون الinterdental papilla حادة، فهاي الصورة برضو الinterdental papilla حادة، هون الinterdental papilla حادة. نيجي للبروبن depth في الperiodontal health أو gingival health. البروبن depth لازم يكون من 0 ل 3 مليمتر اللي هو ال depth of the gingival sulcus. نيجي للtexture of this gingiva. التexture of this gingiva لازم يكون orange peel. أوكي؟ زي قشرة البرتقال. تمام؟ أو smooth أو ناعم. هلا ليش عندنا التكستشر اوف ذا جنجيفا ستيبلد او اورنج بيل ابييرنس؟ عشان ارتباط الابيثيليوم مع الكونكتيف تيشو. خلينا نطلع على الهيستولوجي شوي. هلا هاي الصوره بتوضح كيف الابيثيليوم مرتبط بالكونكتيف تيشو. سو ذس از connective tissue. Okay. And this is epithelium. شايفين هذا الإبثيليوم في له أطراف بسميها إيش؟ ريتي ريجز. هلا دخول الإبثيليوم في الconnective tissue على شكل أصابع. Okay. على شكل هدول ريجز اللي هو بسميهم ريتي ريجز بيعطيني الـ stippling of the gingiva. Okay. بيعطيني اللي هو الـ orange peel appearance of the gingiva. Okay. وآخر طريقة لقياس الhealth of the gingiva اللي هو no bleeding on probing. أوكي؟ وهاي هي أكتر طريقة objective لأنه باقي الصفات يمكن تختلف باختلاف الexaminer. يعني في examiner يشوف أنه الجنجبة لونها بنكش ويجي examiner تاني يطلع عليها يحكي لا أنه it is more reddish. طبعا زي ما نعرف خصائص الinflammation هو وجود red color. أوكي؟
فباقي الخواص هي خواص تختلف باختلاف الإكزامينر، ما عدا البليدنج أون بروبينج هي الخاصية اللي بقدروا يتفقوا عليها كل الإكزامينرز، فبسميها objective measurement. So what do we use in our clinic to measure الجينجيفال health أو الجينجيفال disease اللي هو البليدنج أون بروبينج؟ أوكي، طبعا زي ما بنعرف البليدنج أون بروبينج باخده على 6 sites for each tooth. أوكي، باخده على 6 مناطق لكل سن، تمام، وبسجلها. واتفقنا من المحاضرة الماضية انه اذا كان bleeding on probing less than 10% بسميها gingival health، اذا كان بين 10% ل 30% بسميها localized biofilm induced gingivitis، واذا كان more than 30% بسميها generalized dental biofilm induced gingivitis. okay. طبعا هون بيحكي لنا على ال margins of the gingiva، حكينا لازم تكون thin، بس أحيانا بتقدر الجينجيفا تكون healthy ويكون لها thick margins زي ما إحنا هون شايفين. هلا كيف أعرف إذا عندي thick margins بس هاي الجينجيفا healthy أو فيها gingivitis؟ عن طريق ال bleeding on probing وعن طريق باقي الخواص. هلا لو أطلعوا على باقي الخواص فبتنطبق على ال healthy gingiva في هاي الكلينيكال بيكتشر موجود عندي. ولو اسوي بليدنج اون بروبينج تيست فور ذس بيشنت رح الاقي انه عنده هيلثي جينجيفا، وبناء على ذلك صنفنا انه ذس جينجيفا از هيلثي. تمام، سو في اكسبشنز لهدول الصفات. حكينا الكورال اور بيل بينك بتقدر تكون احيانا براونيش ديو تو فيزيولوجيكال او اللي هو بسميه ريشال بيجمنتيشن، والثين مارجنز اوف ذا جينجيفا بتقدر تكون ثيك لانه في بعض الناس عندهم ثيك جينجيفا، يعني الجينجيفا نفسها عندهم ثيك، مع هيك ات از هيلثي جينجيفا. تمام، هيك خلصنا على البريدونتال اند جينجيفال هيلث. نيجي ل الديزيز جينجيفا. طبعا الديزيز جينجيفا اللي هو الجينجيفايتس، ايش اهم خاصية في اي انفلاميشن؟ اللي هو وجود الريد ديسكولوريشن. فبنبلش فيها وجود ريد اور بلوش ديسكولوريشن. اوكي، بتكون عندي برايت ريد جينجيفا. اوكي، سو ذس برايت ريد كلر بيعطيني مؤشر على انه في عندي ديزيز ان ذا جينجيفا. لوس اوف ستيبلينج. اوكي، هلا احيانا تقدر تكون الجينجيفا عندي اياها سموث نوت ستيبل، بس هون اضافه الى انه عندي لوس اوف ستيبلينج بيكون عندها جلوسي ابييرنس. اوكي، سو بيكون المظهر تبعها لامع، مش بس أملس، لا لامع. هل حكينا الهيلثي جينجيفا بتقدر تكون ستيبلد أو بتقدر تكون سموث في حالات قليلة، سو مينلي بتكون ستيبلد. تمام، بس هون عادة عن اللوس أوف ستيبلينج بيكون عندي كمان جلوسي أبيرنس. أوكي، شكل لامع. ليش؟ بسبب اللي هو الإديمة اللي صارت عندي، لأنه another characteristic of inflammation is the presence of edema اللي هو الانتفاخ. عشان هيك بتبعد الابيثيليوم عن الكونكتيف تيشو بسبب وجود الإديمة، وبروح عند الستيبلينج وبيكون عندي smooth shiny surface smooth and shiny. ليش بتكون shiny؟ لأنه بصير لها stretching نتيجة الانتفاخ، بصير في مط أوكي أو شد على هاي الجينجيفا، فبصير بتصير shiny. أوكي، بتصير لامعة. والمارجنز رح يكونوا والمارجنز بلس الانتردنتال بابيلا، بدل ما يكونوا thin knife edge margin وبدل ما تكون عندي sharp interdental بابيلا بصير كلهم ايش مالهم؟ bulbous. اوكي، منتفخين. وطبعا اهم اشي اللي هو بيكون عندي bleeding on probing. تمام، هذا الجدول بيرجع بيقارن عندي بين الهيلثي تيشو والجينجيفايتس. زي ما حكينا اول خاصيه بنطلع عليها اللي هي الكلر. اوكي، بعدين حكينا الكونتور، هون المارجن الجينجيفا بتكون حكينا عندي اياها thin knife edge، والانتر دنتال بابيلا بتكون عندي اياها pointed. هون بالجينجيفايتس بتصير عندي bulbous and thick margin الجينجيفا، والانتر دنتال بابيلا بتكون عندي اياها bulbous and blunted. شو يعني blunt؟ blunt اللي هو عكس الحاد. تمام، بالنسبه للconsistency بتكون عندي هون firm and resilient. اوكي،
ليش؟ لأنها بتكون ملتصقة في البون وما بيكون فيها inflammation، فبيكون صعب إني أحرك الattached gingiva. هون بتصير spongy and flaccid. أوكي، هون بصير سهل تحريك الجينجيفا لأنه بيكون فيها انتفاخ، فبتكون بعدت عندي عن البون. التكستشر حكينا بيقدر يكون smooth and or stippled. هون بتكون shiny وstretched appearance. المارجن of the gingiva بتكون coronal للسمنت enamel junction شوي، بمقدار حكينا 0 to 3 millimeters. هون بيكون عندي أديمة انتفاخ، تمام، فبتصير more coronal to the cement enamel junction. bleeding هون no bleeding upon probing، هون بيكون عندي bleeding upon probing. أوكي، هلا نيجي للجينجيفال ديزيزز. أول جينجيفال ديزيز حكينا بيكون عندي بايوفين انديوز جينجيفايتس، تمام. هلا البايوفين انديوز جينجيفايتس إله تصنيف. أوكي، سو نطلع على هذا الجدول. البايوفيلم انديوز جينجيفايتس بقدر يكون اسوسييت وذ دنتال بايوفيلم الون، يعني البايوفيلم لحاله بسبب عندي جينجيفايتس بدون ما يكون عندي ريسك فاكتور. اوكي، يعني لا عندي سيستميك ريسك فاكتور ولا عندي لوكال سيستم، ولا عندي عفوا لوكال ريسك فاكتور. فقد وجود الدنتال بايوفيلم هو اللي سبب لي جينجيفايتس، وما في إشي بيعدل على هذا الجينجيفايتس، ما في إشي عم بخليه أسوأ. أوكي، أو بقدر يكون gingivitis mediated by systemic or local risk factors. أوكي، يعني وجود systemic أو local risk factors بزيد من سوء حالة gingivitis. So الفكرة هون إن this gingivitis is dental biofilm induced لسه. أوكي، so لسه تحت تصنيف dental biofilm induced gingivitis، بس وجود بعض risk factors systemic أو local عم بيزيدوا من سوء الحالة. حكينا المرة الماضية زي exacerbate الجينجيفايتس، سميناها exacerbate يعني زيادة من سوء الحالة. أو drug influence gingival enlargement، يعني وجود الدنتال بايوفيلم أصلا بيعمل لي enlargement in gingiva. مع وجود بعض أنواع الدراجز، هدول الدراجز بوجود الانلاجمنت اللي صار بسبب الدنتال بايوفيلم بيزيدوا من الانلاجمنت. سو عندي انلاجمنت عادي بسبب الدنتال بايوفيلم، الإنسان بلش ياخد دراجز معينة زي الهايبرتنسف دراجز، صار عندي إيش؟ زيادة في الجينجيفال انلاجمنت. زيادة في الجينجيفال انلاجمنت صعب من تفريش الأسنان، أوكي، وزاد من الأكوميليشن of dental biofilm. increase in accumulation of dental biofilm إيش عمل لي increase in the gingivitis، أوكي. سو هون برضو السبب في الدراج انفلونس جينجيفال انلارجمنت، برضو السبب اللي هو الدنتال بايوفيلم انديوس جينجيفايتس. اوكي، فحكينا نيجي للتاني مربع موجود عندي في هذا الجدول، رح نضل نرجع له، اللي هو جينجيفايتس دنتال بايوفيلم انديوس. وحكينا ان هذا جينجيفايتس دنتال بايوفيلم انديوس له ثلاث تصنيفات، either associated with dental biofilm alone او mediated يعني modified by systemic or local factors أو drug influenced gingival enlargement. So شو هو الدنتال بايوفيلم أو بلاك؟ دنتال بايوفيلم أو بلاك هو عبارة عن مجموعة أنواع من البكتيريا خليطة مع كربوهيدرات وبروتينات. أوكي، بيعملوا لي مادة بيضاء أو يلوش، بتيجي يعني whitish to yellowish appearance مع وجود بعض الابيثيليال سيلز، كلهم مع بعض بيسووا لي بايوفيلم. أوكي، so dental biofilm أو البلاك عبارة عن community of bacteria، so مش نوع واحد من البكتيريا، لا، أنواع عديدة من البكتيريا. أوكي، living with polysaccharides مع epithelial cells. طبعا من وين اجى epithelial cells؟ epithelial cells اللي بيصير لهم desquamation على طول، او اللي بيصير لهم shedding. شو يعني desquamation او shedding؟ اوكي، اللي هو تخلص من اخر طبقه موجوده عندي في طبقات الابيثيليوم. ليش؟ لان الابيثيليوم هي من الطبقات المتجدده باستمرار، واخر طبقه في الابيثيليوم بيصير لها تخلص عن طريق اللي بسميها الديسكوميشن. ليش سميناها ديسكوميشن؟ لان الابيثيليوم بيجي على شكل سكويمز. سكويمز اللي هو خلايا مسطحه سداسيه الشكل. اوكي، فلما اتخلص منها بسمي هذا البروسيس ديسكوميشن. ليش بتخلص منها؟ نتيجة تجديد الخلايا.
اوكي لانه بيكون عندي هون الجنجيفا مكونه من ابيثيليال تيشو. هاي الابيثيليال عباره عن ستريتيفايد سكويمس ابيثيليوم. طبعا بدنا نعرف انه البايوفيلم انديوس جنجيفايتس از ا ريفرسبل انفلاميشن، يعني بس اتخلص من الدنتال بلاك عن طريق السكيلينج وعن طريق التزام البيشنت بالتفريش، فبنرجع من دنتال بايوفيلم انديوس جنجيفايتس لوين للجنجيفال هيلث. اوكي وات از ذا موست كومن of all gingival diseases. So what is the most common gingival disease? اللي هو dental biofilm induced gingivitis. هلا حكينا انه dental biofilm induced gingivitis في له تصنيف تاني غير اللي associated with dental biofilm alone. في له تصنيف mediated by systemic or local risk factors. هلا هدول ال systemic أو local risk factors بقدر يكونوا systemic conditions هلا رح نحكي عنهم، اللي هو ال sex steroid hormones، ال hyperglycemia as in diabetes، ال leukemia، ال smoking والmalnutrition، oral factors enhancing the plaque accumulation. طبعا هذول بسميهم local risk factors. Prominent subgingival restoration والhyposalivation. وآخر إيش حكينا تصنيف الجنجيفايتس الأخير dental biofilm induced هو drug influenced gingival enlargement. نيجي ل اللي هو biofilm induced gingivitis. So الجنجيفايتس اللي associated with the biofilm alone حكينا السبب بيكون عندي هو البايوفيلم نفسه. طبعا هذا البايوفيلم في له pigmentations بسميهم plaque pigmentations. اوكي يعني صبغات بقدر احطهم على الاسنان وتبين لي المناطق الموجوده فيها البلاك او الدنتال بايوفيلم عشان اشوف المناطق اللي بتركز فيها هاي البلاك وانبه البيشنت انه يصير ينظف هاي المناطق اكثر، زائد بيساعدني وقت السكيلينج انه انتبه على هاي المناطق اكثر. تمام طبعا البلاك هي انفيزبل لاير، يعني ما بقدر اشوفها بسهوله بالعين المجرده انلس صار في عندي ثيكنس معين، يعني لما توصل لسماكه معينه بصير اشوفها بالعين المجرده. اذروايز في عندنا بلاك بيجمنتينج ايجنت، بيجمنتينج يعني بيعطوني صبغه بصبغ فيهم البلاك لحتى اشوفه واقدر اشخصه احسن. هلا هذا بالنسبة لأول تصنيف للدنتال بايوفيلم انديوس جنجيفايتس اللي هو دنتال بايوفيلم انديوس جنجيفايتس باي بايوفيلم ألون. اوكي تاني تصنيف للدنتال بايوفيلم انديوس جنجيفايتس اللي هو ميدييتد أو موديفايد باي لوكال أور سيستميك ريسك فاكتورز، يعني نعيد هاي المعلومة أو نأكد عليها إنه هون الجنجيفايتس إز انديوسد باي أو السبب الرئيسي لإله هو الدنتال بايوفيلم، بس هدول الريسك فاكتورز سواء سيستميك أو لوكال they will exacerbate يعني بيزيدوا من سوء حالة الكونديشن الموجودة عندي. أول ريسك فاكتور هو السكس هرمونز. طبعا السكس هرمونز both الميل and female سكس هرمونز exacerbate الجنجيفايتس، بس التأثير الأكبر من الفيميل سكس هرمونز. أوكي اللي هو البيوبرتي، التغيرات اللي بتصير في البيوبرتي، التغيرات in the hormones اللي بتصير في المينسترال سايكل، التغيرات الهرمونز بتصير في البريجننسي، والتغيرات في الهرمونز اللي بتصير due to oral contraceptives especially the old types، يعني الأنواع القديمة كانت تعمل عندي تأثيرات أو تغيرات كبيرة في الفيميل سكس هرمونز وكانت تؤدي عندي للجنجيفايتس بدرجة أعلى. الأنواع الجديدة من الأورال contraceptives صارت آمنة أكثر من ناحية الجنجيفايتس. تاني modifying systemic risk factors اللي هو diabetes اللي هو الهايبرغلايسيميا. تمام اللي هو لما يكون عندي ال HbA1c في الدم فوق 5.6%. تمام تالت modifying risk factor اللي هو local risk factor اللوكيميا. هلا في اللوكيميا بصير عندي gingival enlargement. ليش؟ لأن اللوكيميا هو زيادة من عدد الخلايا البيضاء، زيادة من عدد الخلايا البيضاء بيعمل لي enlargement in the tissues ومن هاي التيشوز اللي هو الجنجيفا. زائد في اللوكيميا بيكون عند هذا الإنسان مستوى المناعة أقل من الطبيعي، فأصلا وجود الجنجيفايتس يعني الجنجيفايتس كإنفلاميشن already موجود،
وجود اللي هو low immunity عند هذا البيشنت بيزيد من حدة الجنجيفايتس والليوكيميا والإكزازربيت الجنجيفايتس. اللي سموكينج بيزيد من إفراز الإنفلاماتوري سايتوكاينز. ليش؟ لأن السموكينج هو continuous irritation to the gingiva. فcontinuous irritation okay لا أي تشيو بيزيد من الانفلاماتوري بروسس في هاي التشيو. بس في مشكلة في السموكينج. هلا السموكينج بيعمل عندي blood vessel constriction. فالناس اللي they smoke بيكون عندهم bleeding on probing underestimated، يعني أقل مما هو عليه فعليا. ليش؟ لأنه بيكون عندهم constricted blood vessels. تمام؟ فالconstriction in these blood vessels بيعمل لي masking للجنجيفايتس الموجود. فالسموكينج خطير في شغلتين. أول إشي it exacerbates الجنجيفايتس، بيزيد من حدة الجنجيفايتس عن طريق اللي هو إفراز الانفلاماتوري سايتوكاينز أو انفلاماتوري بروتينز بسبب الكونستانت إريتيشن من الحرارة تبعت السموكينج والكيميكالز الموجودين في السموكينج. تاني إشي السموكينج بيعمل لي ماسكينج للجنجيفايتس، بيعمل لي بليدينج أون بروبينج أقل مما هو عليه بسبب الكونستركشنز أوف بلود فيسلز إن سموكينج. أوكي، another factor that modifies the gingivitis اللي هو malnutrition، مثلا نقص في الحديد. اوكي، هذا الشيء بيأثر عندي على الانفلاماتوري بروسس في الجسم وبزيد من حدة الجنجيفايتس. هذا بالنسبة للsystemic conditions that exacerbate plaque induced gingivitis. نيجي إلى الأورال فاكتورز اللي exacerbate plaque induced gingivitis. البور restorations، وبالذات أي poor restorations حكينا اللي هم البرومننت سب جنجيفال restorations، يعني الrestorations اللي بيروحوا beyond الجنجيفال margins، يعني بيدخلوا في الجنجيفال sulcus. تمام؟ هلا في الجنجيفال سلكس بتدخل عندي التوث برش، بالتالي اي اكيوميليشن للبلاك هناك بوجود الريستوريشن رح يزيد من سوء حاله الجنجيفايتس. تمام؟ سو هون حكينا بلاك، اوكي، ذكرنا انه البلاك قاعد عم بدخل عندي في الجنجيفال سلكس. هون لو نطلع على هاي الصورة، مثلا كل الأسنان عند هذا الشخص الجنجيفال مارجن حواليهم thin gingival margin، معناته الجنجيفال عنده healthy حوالين باقي الأسنان، ما عدا الـ two central incisors بنقدر نشوف إنه الجنجيفال is red and edematous gingival margin. معناته إيش المشكلة هون عندي؟ هون عندي gingivitis، طبعاً هذا plaque induced gingivitis، بس في إله modifying factor. إيش ال modifying factor رح يكون عندي هون؟ اللي هو subgingival restoration. so the margin of this restoration أو حواف هاي restoration داخل عندي تحت الجنجيفا، مع تجمع اللي plaque هناك بيؤدي هون لل الجنجيفايتس. طبعاً مين اللي شجع تجمع اللي plaque؟ اللي هو وجود السبجنجيفال مارجن. تمام؟ يعني بسبب وجود سبجنجيفال مارجن صار التفريش أصعب في هذيك المنطقة، وبالتالي البلاك بضل ملتصق أكثر ولفترات أطول، وبالتالي صار عندي بلاك induced gingivitis with a modifying factor. تاني modifying factor اللي هو xerostomia أو hyposalivation، يعني السلايفة عندي إياها less than normal. أوكي، يعني إفراز السلايفة أقل من الطبيعي. هلا كيف بستدل إنه هذا الإنسان عنده xerostomia؟ في عندي ثلاث دلائل للxerostomia. عندي shiny surfaces of the teeth، gingivitis and increased prevalence of caries. So how do we know that this patient has xerostomia؟ نعيدهم كمان مرة. إيش الثلاث عوامل اللي بتدلني إنه patient عنده xerostomia؟ أول إشي shiny surfaces of teeth. ليش؟ لأنه ما عليهم saliva so they will look shiny. تاني إشي الجنجيفايتس. ثالث إشي increased risk for caries أو increased prevalence of caries، يعني بلاقي إنه هذا patient عنده كتير caries أو كاريوس ليجنز. ليش بيصير عند هذا الإنسان جينيوريتس؟ هلا طلعوا في السلايفا في عندي أنتي إنفلاماتري بروتينز. أوكي، هذول الأنتي إنفلاماتري بروتينز وجودهم في السلايفا بيعملوا لي ووشنج إفكت لمين؟ للبكتيريا والدنتال بايوفيلم باستمرار.
تمام. إذا قل هدول الإميونوغلوبيولينز إيش رح يصير في البكتيريا؟ رح البكتيريا تزداد صح؟ وهذا الإشي بيزيد من الجنجيفايتس عند الناس اللي عندهم زيروستومي. نيجي لآخر تصنيف في دنتال بايوفيلم إنديوس جنجيفايتس اللي هو دراج إنفلونس جنجيفال إنلارجمنت. هلا حكينا إنه الجنجيفايتس بيعمل لي أصلاً جنجيفال إنلارجمنت due to إديمة، والإديمة هي من the signs of inflammation. تمام، والجنجيفايتس هو عبارة عن inflammation of the gingiva. تمام، هلا هدول الناس لما يأخذوا دراجز معينة بيكون الانفلاميشن عندهم مش زي الإنسان اللي ما بياخذ هدول الدراجز، بيكون عفوا الانلارجمنت due to inflammation عندهم مش زي الإنسان اللي بياخذ دراجز، لا بيكون عندهم الانلارجمنت بكتير أكبر. تمام، so وجود الانفلاميشن بيعمل لي انلارجمنت، بس وجود هدول الدراجز بيعمل لي هذا الانلارجمنت اكسسيف أو exaggerated انلارجمنت. تمام، هلا وجود الـ exaggerated enlargement بيخلي التصاق الـ dental biofilm أكتر ولمدة أطول، فبيزيد عندي من حدد الجنجيفايتس. So هدول الـ drugs they exacerbate الجنجيفايتس، مش induce، they exacerbate الجنجيفايتس. أوكي، شو يعني exacerbate؟ يعني يزيد من سوء الحدة. تمام، هدول الدراكس حفظ هدول ليش؟ لأن هدول الدراكس بيسببوا لجنجيفال انلارجمنت بوجود إيش؟ الدنتال بايوفيلم. إيش هدول الدراكس؟ أول واحد عندي الكالسيوم شانل بلوكر. لإيش بأخذ الكالسيوم شانل بلوكر؟ حكينا هو نوع من أنواع الأنتي هايبرتنسف دراكس، أوكي، يعني نوع من أنواع الدراكس اللي بيخدوه المرضى اللي عندهم ارتفاع في الضغط، اللي هو زي النيفيبيديم. عندي الانتي كونفولزنت، اوكي، اللي هو ادويه اللي بياخذوهم مرضى اللي عندهم ايش؟ صرع، اوكي، زي الفينايتون فور ابيليبسي بيشنتس. عندي الاميونو سبريسنت، اوكي، مثبطات المناعه يعني بيقللوا من المناعه، مثل السايكلوسبورين. مين اللي بياخذوهم؟ اورجان ترانسبلانت بيشنت، اوكي، الناس اللي عملوا زراعه اعضاء، زي الناس اللي مثلا بيعملوا زراعه الكلى. اوكي، هلا هيك خلصنا دنتال بايوفيلم انديوس جنجيفايتس بانواع الثلاثه. نيجي لاخر تصنيف في الجنجيفال هيلث اند كونديشنز اللي هو جنجيفال ديزيز نون بايوفيلم انديوس. لازم نعرف كل هذول الانواع، طبعا رح نحكي عن هذول الانواع خلال الفصل. اوكي، عنا حكينا بقدر يكون جينيتك، اوكي، ديس اوردر، عنا بقدر يكون ديو انفكشن زي البكتيريال انفكشن، فيرال انفكشن او فانجل انفكشن، عنا بقدر يكون الجنجيفال ديزيز نون بايوفيلم انديوس ديو تو انفلاماتوري اند اميون كونديشنز، بقدر يكون عباره عن رياكتيف بروسيس، بقدر يكون عباره عن نيوبلازم، بقدر يكون عندي ديو تو اندوكراين اند ميتابوليك ديزيزز، بقدر يكون عندي ديو تو تروماتيك ليجنز. والتروماتيك ليجنز عنا ياهم فيزيكال، عنا ياهم كيميكال انسلتس، وعنا ياهم ثيرمال انسلتس، او بقدر يكون فقط عباره عن جينجيفال بيجمنتيشن. تمام، سو شايفين هذول العناوين نفسهم، هذول العناوين من هاي الليكتشر لازم نكون طالعين حافظينهم. اوكي، سو مش اللي بيهمني الديتيلز تبعون العناوين قد ما بيهمني انه نحفظ من هاي الليكتشر العناوين. اوكي، سو من هذا الجدول مبدئيا مطلوبين انتو في العناوين. طبعا خلال الفصل رح نتعمق بالاشياء الموجوده داخل كل عنوان. نيجي لأول إشي اللي هو gingival non biofilm induced disease، اللي هو عبارة عن heredity gingival fibromatosis. heredity يعني وراثي، gingival دخلوا بالجنجفة، fibromatosis زيادة في fibrous tissue. so إحنا بنعرف إنه oral mucosa عبارة عن layers، عبارة عن طبقات. أول layer عن الإبثيل layer، تاني layer عن ياها connective tissue layer. هاي connective tissue layer فيها fibrous tissue، so fibrous tissue جزء من connective tissue layer. okay، زيادة في fibrous tissue بيعمل لي gingival enlargement. so هون ما عندي inflammation عند هذا ال person، okay، أو في هاي clinical picture there is no inflammation، بس هون عندي إشي بسميه heredity gingival fibromatosis. so
اللي بيصير عندي بيصير عندي زيادة في الفايبرس تيشو بالكونكتيف تيشو لير of the gingiva, فبيصير عندي الجينجيفال انلارجمنت. So is this related to dental biofilm, هذا الانلارجمنت؟ لا, هذا الانلارجمنت ليس من signs of the inflammation of the gingiva, هذا الانلارجمنت due to heredity gingival fibromatosis. طبعا بقدر يكون عند الانسان either heredity gingival fibromatosis لحال, او بقدر هذا الheredity gingival fibromatosis يرتبط مع امراض تانية. تمام, so خلصنا لأول condition تقدر تصيب الجينجيفا that is non-biofilm induced. تاني condition specific infections, وقسمناهم البكتيريال viral وفنجل. أوكي, أهم واحدة في البكتيريال infection اللي هو necrotizing periodontal disease. تمام, هلا necrotizing periodontal disease إيش اللي بيميز بينها وبين الجينجيفايتس البايوفيلم إنديوس؟ الجينجيفايتس البايوفيلم إنديوس بيصيب المارجنال جينجيفا, النيكروتايزنج ألسيريتيف جينجيفايتس بيصيب الانتردنتال بابيلا. So what is the main difference أو the main way to diagnose between dental biofilm induced gingivitis and necrotizing ulcerative gingivitis is that in dental biofilm induced gingivitis the insulted tissue is the marginal gingiva, in necrotizing ulcerative gingivitis the insulted tissue is the interdental papilla. فبصير عندي punched out appearance اللي هو تآكل في الانتردنتال بابيلا أو creator like lesion. أوكي, يعني شايفين كيف بيصير عندي تآكل في الانتردنتال بابيلا, وبصير عندي بدل ما كان عندي هون convexity أو pointed interdental بابيلا صار عندي بالعكس concavity, صار عندي تقعر, هذا بسميه اللي هو creator like lesion. طبعا تاني إشي بيميز عندي necrotizing ulcerative gingivitis اللي هو patient comes with severe halitosis. هلا في الجينجيفايتس أكيد الناس اللي ما بتهتم بحالة الفم تبعتها بيكون عندهم نوع من أنواع الرائحة الكريهة في الفم, بس هون في النيكروتايزنج ألسيريتيف جينجيفايتس بيكون عندي الهاليتوسيس very severe, و this is not diagnostic to dental biofilm induced gingivitis, this is diagnostic to necrotizing ulcerative gingivitis. أوكي, يعني بيكون رائحة الفم جدا كريهة, يعني لسه المريض ما بلحق يدخل على باب العيادة إلا وإنه في ريحة الواحد ما بقدر يتحملها. فهذا السيفير هاليتوسيس هاي خاصية في النيكروتايزنج ulcerative gingivitis. طبعا هون ايش الفرق بينها another يعني وان بينها وبين dental biofilm induced gingivitis, مش التنين بكتيريا, هون بيكون strain معين من البكتيريا, so هون specific strain of bacteria في necrotizing ulcerative gingivitis. في dental biofilm induced gingivitis كان عندي بحر من انواع من البكتيريا. اوكي, so اول واحدة حكينا في الـ dental biofilm induced gingivitis الـ main tissue الـ affected mainly هون الـ marginal gingiva, الدنتال بايوفيلم انديوس جينجيفايتس مينلي المارجنال جينجيفا, النيكروتايزنج ألسيريتيف جينجيفايتس مينلي الانتردنتال بابيلا. تاني شغلة حكينا انه بيكون عندي سيفير هاليتوسيس في النيكروتايزنج ألسيريتيف جينجيفايتس. تالت شغلة حكينا انه البكتيريا في الدنتال بايوفيلم انديوس جينجيفايتس بيكون عبارة عن a lot أو multiple strains of bacteria. هون في necrotizing ulcerative gingivitis بيكون عندي one specific strain of bacteria. تمام, طبعا النيكروتايزنج ألسيريتيف جينجيفايتس is a non-communicable disease. شو يعني non-communicable؟ يعني non-contagious, يعني غير معدي. تمام, another bacterial infection that is very specific to the gingiva, يعني بيكون specific strain of bacteria affecting the gingiva اللي هو streptococcal infection. هدار بالنسبة للبكتيريال infections اللي عبارة عن non-dental biofilm induced disease in the gingiva بيعطوني. اوكي, نيجي للviral conditions that affect the gingiva and they are also non-dental biofilm induced. أول واحدة عندي إياها primary herpetic gingival stomatitis. تمام, في primary herpetic gingival stomatitis بيكون عندي widespread gingivitis, يعني الجينجيفايتس مش فقط موصل للمارجنال جينجيفا, لا رايح برضو على الأتات جينجيفا. شايفين كيف الأتات جينجيفا is also affected بالprimary herpetic gingival stomatitis, فهون بعرف إنه this is not dental biofilm induced gingivitis. ليش؟ لأن حكينا dental biofilm induced gingivitis فقط المارجنال جينجيفا, هون رايح beyond المارجنال جينجيفا, فهون عندي widespread gingivitis, ف this is due to a viral cause. تمام,
طبعا في البرايمري هيربيتك جينجيفاستوماتايتس ايضا بشوف عندي الفيسيكلز، اوكي، والفيسيكلز هو عباره عن كاركترستيك فيتشر بالبرايمري هيربيتك جينجيفاستوماتايتس. ثالث انواع انفكشس ديزيز ذات از نون دنتال بيرفيم اندوسد ذات افكتس الجينجيفا عندنا اللي هو الفنجل. الفنجل بيكون عندي مثال عليها لينير جينجيفال اريثما، اوكي، سو بيكون عندي اريثما احمرار شديد وجاية على شكل خط حوالين كل الجينجيفال مارجن، تمام. سو هاي الإريثما الكتير لونها أحمر وجاية لينير، هاي إشي مش طبيعي، فبكون عارفة إنه this is a fungal disease. أوكي، ثالث condition that will affect the gingiva and that is not biofilm induced اللي هو inflammatory and immune conditions. أول واحدة مثال عليها اللي هو hypersensitivity reaction. Hypersensitivity reaction اللي هو الإنسان بيكون استعمل مادة معينة في عنده حساسية منها، بسميها هاي contact allergy. مثلا toothpaste فيها cinnamon، أوكي، يعني زي معجون الأسنان اللي فيه قرفة. في بعض الناس عندهم حساسية من معجين الأسنان اللي فيها قرفة، تمام، فهذا بسبب لي contact allergy، أوكي، and this will أو مثلا من بعض أنواع غسولات الفم، وهذا بسميه hypersensitivity reaction. طبعا بشوف الجينجيفا عندي إياها كلها red، أوكي، بس this is due to a hypersensitivity reaction. Autoimmune diseases. Autoimmune diseases بيعملوا لي إشي اسمه desquamative gingivitis. هلا desquamative gingivitis is a descriptive term, not a clinical condition. شو يعني descriptive term؟ يعني مصطلح وصفي وليس حالة سريرية. Okay. شو يعني desquamative gingivitis؟ هلا gingivitis حكينا معناها inflammation of the gingiva. اوكي، ديسكواميتيف يعني اخر طبقه من الابيثيليال سيلز رايحه صار لها ديسكوميشن، وهذا الديسكوميشن كان اكثر من الطبيعي. هل حكينا الابيثيليوم بيصير له ديسكوميشن ريجولر، ليش؟ لانه الابيثيليوم من الخلايا المتجدده دوما عندنا في الجسم، بس لما اصير اسميه ديسكوميتيف معناته اخر طبقه اللي لازم يصيرها ديسكوميشن أو شيدينج أو تغير بيكون رايح منها أكتر، أوكي، من اللازم، بحيث بتصير الطبقات اللي تحتها تنكشف، الطبقات اللي مش لازم تكون مكشوفة من الإبثيليوم بتصير تنكشف للخارج، فبسميها ديسكوميتيف جينجيفايتس. فit will appear red like this. طبعا ديسكوميتيف جينجيفايتس بصير عندي في الأوتو إميون ديزيزز زي اللايكن بلانوس، اللكينويد رياكشن، البيمفيغوس والبيمفيغويد، واللينير إميونوغلوبيولين أي ديزيز، اللوبس إريثيماتوس، والكرونيك ألسيريتيف ستوماتايتس. هلا كل هدول عبارة عن أوتو إميون ديزيزز، أوكي؟ في هدول الأوتو إميون ديزيزز بصير عندي هجوم للخلايا الإبيثيليوم، فبصير عندي خلايا الإبيثيليوم تروح طبقات كبيرة منها أكثر من اللازم، فبصير عندي اللي هو الكونديشن اللي هو ديسكوميتيف جينجيفايتس. ثالث كونديشن في الانفلاماتري اند اميون كونديشنز عندنا الجرانيولوماتوس كونديشن. شو يعني جرانيولوماتوس كونديشن؟ في الجرانيولوماتوس كونديشن اللي بصير عندي انه الانسان بخلق مع اميونو ديفيشنسي، اوكي، بيكون عندي انهيريتد اميونو ديفيشنسي، يعني بيكون عند هذا الانسان مناعة اقل من اللازم، وبالتالي بيكون عند هذا الانسان ايش؟ كرونيك انفلاميشن. ليش بيكون عنده كرونيك انفلاميشن؟ لانه بيكون عنده مناعة اقل من اللازم، فبضل حوالين هذا الكرونيك انفلاميشن يتجمع عندي وايت بلود سيلز، اوكي، هذول الوايت بلود سيلز بيعطوا لي اللي هو الشكل الجرانيولز، اوكي، الشكل الحبيبات الصفر، تمام. منها مثال على الجرانيولوماتوس كونديشنز الاورال كرونز ديزيز. سو الاورال كرونز ديزيز عباره عن جينجيفال كونديشنز ذات از نون بايوفيلم اندوس، تمام. اوكي، نيجي ل another type of non biofilm induced disease هو reactive process. reactive يعني بيكون عندي foreign body معين مثل الكالكولوس او حبه بشار او
أي foreign body أو مثلاً ال foreign body إذا ضل خلال معالجة السن بتحشر تحت الجنجيفا وبيعمل لي pyogenic granuloma. برضو الجنجيفا زي any other organ in the body بقدر يصيبها neoplasm مثل squamous cell carcinoma. تمام؟ والجنجيفا برضو بتتأثر بالnutritional deficiency زي deficiency in vitamin C. طبعا deficiency in vitamin C في اليوم الحالي قليلة أوكي، بس إذا صار في عندي vitamin C deficiency اللي هو بسميه إيش، بسمي مرض vitamin C deficiency scurvy، بتسبب عندي severe gingival inflammation ulcer وbleeding وspongy جنجيفا أوكي. طبعا هذا برضو من تصنيفات إيش اللي حكينا الجينجيفال ديزيزز that are not biofilm induced. بقدر يصير في عندي traumatic injury to the gingiva. هاي traumatic injury بقسمها لإيذر physical trauma, chemical trauma أو thermal trauma. طبعا في الphysical trauma عشان أميز إنه this is a physical trauma لازم يتوافق مع ثلاث أشياء، لازم يتوافق الانجري مع السايد سايز and shape of the cause. يعني هون المريضة كانت تستعمل الدنتال فلوس بطريقة غلط أوكي، فالسايد بيشبه السايد اللي الواحد بقدر يستعمل فيه الانتردنتال فلوس أوكي، والسايز نفس سايز الانتردنتال فلوس، والشيب تبعها زي ما انتم شايفين هيك شكله زي الخيط نفس شكل الانتردنتال فلوس، فبعرف انه this is a physical injury. بقدر يصير عندنا chemical injuries اللي هو زي الاسبرين injury اللي هو زي ما بتعرفوا في بعض الناس لما يصيب عندهم وجع في الأسنان بدل ما يبلعوا حبة الاسبرين أو الباراسيتامول بحطوها جنب السن اللي فيه وجع، لأنه برأيهم هيك بيكون امتصاص أحسن وكل ال يعني كل تأثير الدواء في إنه يخفف الوجع بيروح على طول على السن اللي فيه وجع. طبعا هذا التفكير خاطئ أوكي، أو الناس اللي مثلا بحطوا النيكوتين عندهم في السلكس أو اللي بحطوا كوكين في السلكس عشان يكون امتصاصه أسرع ويحسوا بالنتائج تبعونه أحسن، which is برضو يعني these are wrong habits. عندنا الثيرمال إنجري إذا مثلا الشخص شرب أو أكل إشي كتير ساخن بتقدر تتأثر عنده الجينجيفا. So this is a gingival disease that is not dental biofilm induced. أو إشي مهم لإلنا كدنتست اللي هو using the ultrasonic scaler without water coolant. Okay. So الالتراسونيك سكيلينج بيولد عندي درجة عالية من الحرارة. إذا ما كان في مي to counteract هاي الدرجة العالية من الحرارة بيصير في عنا thermal injury to the gingiva، فبصير هذا gingival disease that is not dental biofilm induced. آخر تصنيف في تصنيفات gingival disease that is not dental biofilm induced هو gingival pigmentation. تمام، مثل السموكر ميلانوسس. هلا السموكر ميلانوسس كيف أفرق بين السموكر ميلانوسس وبين الفيزيولوجيكال أو الراشل بيجمنتيشن؟ السموكر ميلانوسس أول إشي زي ما إحنا نعرف بالعيادة لازم نسأل المريض if he's a smoker. تمام، فأول إشي بيكون عنده history of smoking. تاني إشي بيكون mainly in the anterior part of the mouth. ليش؟ لأنه كل اللي fumes بيطلعوا من the anterior part of the mouth، يعني كل الدخان اللي أو الحرارة اللي بتنتج نتيجة الدخان تطلع في الجزء الأمامي من الفم، عشان هيك السموكر ميلانوسس بيكون في الانتيرير بارت اوف ذا ماوث. غير هيك الجنجوال او الفيزيولوجيكال بيجمنتيشن بتحسوه يونيفورملي ديفيوزد، يعني بتحسوا اللون موزع بطريقه متناسقه اوكي، لانه بيكون يعني هاي عباره عن زياده في الاكتيفيتي اوف ذا ميلانوسايت، فبيكون في تناسق حوالين كل الاسنان اوكي ككلر. تمام، في عنا another type of chemical that causes pigmentation اللي هو المونوسايكلينز والتتراسايكلين دراج، بيعملوا لي bluish pigmentation. طبعا هذا bluish pigmentation بشوفه في التيث وبشوفه في الجنجيفا، فعلى على يعني بناء انه بشوفه في التيث وفي الجنجيفا مع بعض بميز بناء على هذول الشغلتين انه this is monocycline or tetracycline discoloration. في عنا شيء اسمه amalgam tattoo
طبعا زي ما انتم شايفين هون الامالجم تاتو تقريبا جاي في الابيكس اوف ذا توث في ذروه جذر السن. ليش؟ لانه زمان لما كان يعمل عمليه اسمها الابيسكتومي اللي هو لما يشيلوا ذروة جذر السن لازم يعبوا أو لازم يعملوا حشوة أو لازم يعملوا فيلينج في باقي الجذر، صح؟ لازم يسكروا الجذر عشان ما يكون مفتوح للبيئة الخارجية ويرجع فيه انفكشن. فكانوا يستعملوا المادة الفيلينج في الأبيسكتومي اللي هو الأمالجم، تمام؟ وطبعا الأمالجم زي ما بنعرف بيعمل صبغة في الجنجفة. عندي خلينا نطلع على الأبيسكتومي. هي عندي هون عملية أبيسكتومي. طلع هذا الإنسان كان عنده أبسس، تمام؟ فدخلوا من وين؟ من الروت أوف ذا توث، بيشيلوا البون، تمام؟ بيشيلوا هذا الأبسس وبيشيلوا جزء من الروت اللي كان فيه الأبسس. طب هل هذا الروت بيصير يخلوه هيك مفتوح ولا لازم يسكروا هاي الفتحة بمادة عشان هذا الروت ما يكون مفتوح للإنفارمنت في الخارج؟ لا، لازم يسكروا هون الجذر بمادة معينة. فكانوا هون شايفين مكتوب عليه روت أند فيلينج، فكان هذا الجذر يتسكر زمان بأمالجم. أوكي، شايفين كيف هون في عندي روت أند فيلينج؟ هذا الأمالجم إيش بيعمل؟ بيعمل لي إشي اسمه كوروجين برودكت، أوكي، اللي هو نتيجة التفاعلات اللي بتضلها موجودة في الأمالجم بعد ما الواحد يحط مادة الأمالجم. فهذول الكوروجين برودكت كانوا يطلعوا عندي هون على الجنجفة ويعملوا لي اللي هو الأمالجم تاتو. أوكي، هيك بنكون خلصنا على الجنجفال كونديشن. سو وين وصلنا في الجدول؟ خلينا نطلع مع بعض. خلصنا أول مربع اللي هو periodontal health, gingival disease and conditions. ننتقل للمربع الثاني اللي هو periodontitis. أوكي، في البيريودونتايتس أول إشي حكينا رح يكون عندنا ثلاث تصنيفات. حكينا نيكروتايزينج بيريودونتال ديزيز، في عندنا بيريودونتايتس، وفي عندنا بيريودونتايتس أز مانيفستيشن أوف سيستميك ديزيزز. نيجي للنيكروتايزينج بيريودونتال ديزيز. النيكروتايزينج بيريودونتال ديزيز الفرق بينه وبين النيكروتايزينج ألسريتيف جينجيفايتس إنه في النيكروتايزينج بيريودونتال ديزيز بصير في عندنا تأثير على البون نفسها. So النيكروتايزينج periodontitis هو امتداد للنيكروتايزينج ulcerative gingivitis. So النيكروتايزينج ulcerative gingivitis الإشي الوحيد اللي كان أو الإشي الوحيد اللي كان تأثر عنا يا هي الجنجوة. في النيكروتايزينج periodontal disease رح يتأثر عنا البون والattachment around the tooth. أوكي، فهون زي ما حكينا برضو الانتر دنتال بابيلا رح تكون كريتر أو بنشت أوت انتر دنتال بابيلا، زائد البون بلش يتأثر عندي. طبعا النيكروتايزينج بيريودونتات زي ما شايفين ما في جنبه ألسريتف، لأنه الألسر مش دائما أكومبينج، يعني مش دائما يصطحب النيكروتايزينج بيريودونتات. هلا إذا ضلينا كمان فترة عن النيكروتايزينج بيريودونتات وما علاجنا بطل يأثر فقط على الأليفيولر بروسس أوف ذا توث. إيش هو الأليفيولر بروسس؟ اللي هو البون الموجودة حوالين التوث بصير يروح على البيزل بون. Okay, so this is المكسيلر. Okay. هذول البروسس اللي حوالين السن بسميه الأليفيولر بروسس أوف ذا مكسيلر كبون. هاي البون اللي مش الأليفيولر بروسس، يعني البيز أو القاعدة تبعت الماكسيلا بسميها بيزل بون، فبتحول من نيكروتايزينج بيريودونتايتس لنيكروتايزينج ستوماتايتس. أوكي، سو الديزيز كيف ببلش؟ بنيكروتايزينج ألسريتيف جينجيفايتس. أوكي، بيكون فقط كونفايند تو ذا جينجيفا. إذا ما تعالج بصير التآكل في الأليفيولر بروسس أوف ذا بون، فبصير أسميه نيكروتايزينج بيريودونتايتس، وإذا ما تعالج بتحول لنيكروتايزينج ستوماتايتس، تمام؟ فطبعا في تصنيف البيريودونتايتس اللي الديزيز الموجودة عندي اللي هو النيكروتايزينج بيريودونتال ديزيز. أوكي،
بس إنه لازم نعرف إنه إيش الامتداد تبعها necrotizing stomatitis. نيجي للperiodontitis. حكينا إيش هو الperiodontitis، عبارة عن infectious disease resulting in the inflammation within the supporting tissues of the teeth. Okay. So بس ببطل فقط موجود في ال في الجنجيفال inflammation، لا بروح على the supporting tissue of the teeth. بصير في عندي progressive attachment and bone loss characterized by pocket formation and recession. So عبارة عن infectious disease، أوكي؟ يعني سببه biofilm، أوكي؟ وفي عنا inflammatory process، عشان هيك سميناها periodontitis، أوكي؟ بيصير في tissues supporting the teeth، مي عنا tissues supporting the teeth اللي هو cementum periodontal ligament and bone، فبسبب attachment loss، أوكي؟ وحكينا إيش هو attachment loss، اللي هو loss in the junctional epithelium والconnective tissue موجودة حوالين السن زائد periodontal ligament والbone والcementum، تمام؟ فبصير عندنا pocket formation اللي هو البوكت لما يكون عندنا البروبينج دبث أقل عفواً أكثر من 4 مليمتر and or recession، أوكي okay؟ اللي هو gingival recession لما يكون gingival margin below cemental enamel junction. طبعاً حكينا كيف بنحسب attachment loss. الattachment loss بنحسبه من cemental enamel junction لا depth of the sulcus. so في periodontitis إيش هو etiological factor اللي هو dental biofilm. طبعاً إيش بصير الفرق بين الجنجيفايتس والبيريودونتايتس غير إنه بصير عندي هون بون انفولفمنت؟ إنه البيريودونتايتس is an irreversible process. so الجنجيفايتس بنقدر نعالجه ونرجع للجنجيفال and periodontal health، بس البيريودونتايتس حتى لو بلشنا في علاجه it is an irreversible process، تمام؟ فبصير عندي gingival health on reduced periodontium بصير أسميها، تمام؟ فطلع هون في عندي سهم بين ال patient with periodontal health patient with gingivitis، تمام؟ يعني patient with periodontal health بقدر يروح له يصير patient gingivitis، و patient with gingivitis بقدر يتعالج ويصير patient with periodontal health. بس بين ال periodontal health ما في عندي سهم إنه ال patient يرجع ل patient with periodontal health. so عفوا بين ال periodontitis patient ما في سهم بين ال periodontitis patient وال patient with periodontal health. so the patient once إنه بصير عنده periodontitis this is considered a lifelong condition، تمام؟ so periodontitis is a lifelong irreversible condition. okay. ال gingivitis هو reversible condition، ال periodontitis is an irreversible condition. والدليل على ذلك إنه ما في عندي سهم بين ال periodontitis patient وال patient with periodontal health. هلا نقدر نسوي bone graft اللي هو زراعة عظم لل patient with periodontitis، بس يعني هذولا في very limited cases، يعني أوكي في عدد قليل جدا من الحالات. أغلب الحالات ما بنقدر نسوي bone graft لل patient with periodontitis، بضل اسمه patient with periodontitis، تمام؟ بس بنقدر نخفف من ال condition إنها ما تصير أسوأ، تمام؟ فالإشي اللي إحنا بنسويه كتخفيف اللي هو بسميه الروت بلينينج لل patient with periodontitis عشان ما تزيد حدة الكونديشن، فبصير أسميه stable case of periodontitis، تمام؟ أو بقدر أوصله ل mild gingival inflammation with periodontitis، تمام؟ أو إذا التريتمنت بلان صار فيها فيلر أو البيشنت ما بيلتزم بالأورال هايجين إنستركشن بسميها unstable periodontitis. so periodontitis حتى بعد ما الدنتست يعمل root planning للبيشنت والبيشنت يلتزم بالأورال هايجين إنستركشن، إيش تقدر تصير؟ يا إما بتقدر تصير stable case of periodontitis أو تصير case of periodontitis with mild gingival inflammation. يعني لسه بضل عندي شوية gingival inflammation لأنه في بعض المناطق يكون صعب سواء للدنتست أو للمريض أنه يحل مشكلتها، تمام؟ أما إذا الدنتست صار في عنده failure في التريتمنت
أو البيشن ما التزم بالأورال هايجين إنستركشن أفتر تريتمنت بصير أسميه أنستيبل كيس أوف بيريدونتايتس. وطبعا إيش مشكلة البيشنت وذ بيريدونتايتس؟ حكينا البيريدونتايتس إز لايف لونج كونديشن، إنه البيشنت وذ بيريدونتايتس حتى اللي هلا ستيبل بقدر في أي لحظة يرجعوا لأنستيبل بيريدونتايتس. تمام؟ So اللي لازم نعرف من كل هذا الحكي إنه gingivitis is a reversible condition but periodontitis is an irreversible condition. ولازم برضو نعرف إنه حتى لو البيشنت والدنتست تعاونوا على الكيس تبعت البيريودونتايتس، الماكسيم اللي احنا بنقدر نوصله اللي هو stable case of periodontal health. اوكي؟ وإذا ما قدرنا نوصل stable case of periodontal health بنوصل case with some gingival inflammation. اوكي؟ طب وإذا التريتمنت فيلد والبيشنت ما التزم أو الاثنين مع بعض بصير أسميها unstable case of periodontitis. هلا آخر إيش بدنا نحكي عنه اللي هو periodontitis as manifestation of systemic diseases. في systemic diseases بوجود البلاك بيأثروا عندي على periodontal health وبحولوها لperiodontitis. تمام؟ هيك بنكون خلصنا periodontitis بالثري تايبس تبعونا. نيجي لآخر إشي في الجدول اللي هو other conditions affecting the periodontium. في عندي systemic disease and conditions that will affect the periodontal tissues ورح نشوف how do they affect the periodontal tissues. تمام؟ تاني إشي رح نحكي فيه اللي هو periodontal abscess and endodontic periodontal lesions. نيجي للperiodontal abscess. الperiodontal abscess بقسمه لا gingival abscess and periodontal abscess. هلا الgingival abscess رح يكون أقرب للinterdental papilla والgingival margin رح يكون localized. تمام؟ infection or this infection is very painful ورح يجي المريض عندي على شكل emergency. إيش الemergency تبعته؟ إنه رح ألاقي gingival abscess. طبعا هذا الgingival abscess بيصير عندي due to foreign body مثلا البوبكورن إز على أو إذا مثلا الكالكولوس وإحنا بنشيله في وقت السكيلينج إذا دخل يعني في الجنجبال سلكس شوي بعمق بدل ما يطلع برا الجنجبال سلكس بقدر يصير عندي جنجبال أبسس و this is very painful for the patient. تمام؟ أو بقدر يصير عندي البيريدونتال أبسس. هل البيريدونتال أبسس رح ألاقي على lateral part of the root. So الجنجبال أبسس رح ألاقي closer to the crown. أوكي؟ البيريدونتال أبسس رح ألاقي على lateral part of the root رح ألاقي على جنب الجذر وبرضه بيكون عندي عبارة عن localized collection of pus تمام أو cavity filled with the pus. okay so عبارة عن فراغ بيحتوي على pus يعني بيحتوي على dead tissues بيحتوي على inflammatory cells بيحتوي على بكتيريا بيحتوي على foreign body إذا كان السبب foreign body. تمام؟ فزي ما حكينا this is a very painful condition for the patient. الجزء الثاني من periodontal abscess and endodontic periodontal lesion. نيجي للendoperio lesion. الendoperio lesion لهم ثلاث تصنيفات. في عندي primary endo secondary perio هذا أول تصنيف. ثاني تصنيف primary perio secondary endo وثالث تصنيف combined lesion. نيجي لأول lesion primary endo secondary perio. شو يعني primary endo secondary perio؟ يعني بالأول صار عندي اللي هو الكاريز سبب عندي أو تروما سبب عندي reversible palpitis. هذا reversible palpitis تحول ل irreversible palpitis بعدين صار عندي necrotic pulp بعدين من هذا necrotic pulp صار عندي يطلع inflammatory cells مع بكتيريا مع dead tissue in the periapical region. تمام؟ صار يطلع طبعا من الأبيكال كانال ومن اللاترال أو الأكسسري كانال of the pulp فصار عندي inflammation في periodontal tissues. طبعا كيف بكتشف primary endo secondary perio lesion؟ بيكون عند هذا الشخص probing depth في كل الأماكن من 0 ل 3 مليمتر. تمام؟ ما عدا let's say على distobuccal part of lower molar عندي 12 مليمتر probing depth فبكون عارفة إنه this is primary endo secondary perio. so إيش المشكلة عند هذا الإنسان؟ إنه في سن واحد كان مسوس. أوكي؟ وعنده periodontal condition يعني fair
متوسطة للتسين. بيكون probing depth في كل الأماكن متقارب، ما عدا في منطقة واحدة بلاقي probing depth عندي كتير عميق، فبكون عارف إنه هون سبب periodontal disease هو endodontic disease، يعني بلش بendodontic disease وسبب عندي periodontal disease. تمام؟ فعشان هيك بسميها primary endo secondary perio، لأنه بيكون عنده periodontal health في باقي المناطق متقاربة، ما عدا في منطقة واحدة periodontal health عندها كتير سيئة، فبعرف إنه this is، وبشوف طبعا إنه هذا السن فيه caries مثلا كتير عميق، فبكون عارف إنه this is primary endo secondary perio، أو بكون يعني هذا tooth associated with trauma لو نأخذ history about the tooth. نيجي لتاني تصنيف اللي هو primary perio secondary endo. بيكون المشكلة عند هذا الشخص بالبيريودونتشم، أوكي، بيكون عنده بيريودونتايتس، فبيكون عنده البوكيتينج أو الريسيشن أو بوكيتينج مع ريسيشن في كذا سن في أكثر من منطقة، ويمكن حتى ما أشوفه عنده كتير كيريوس ليجن، بس بيكون عنده بيريودونتايتس واضح. بس due to اللي هو الانفكشن اللي بتقدر تدخل عندي جوا ال pockets of the periodontitis، في منها ببلش يدخل على الاكسسوري كانال او على الابيكال كانال of the tooth، فبصير عنده اللي هو ال endodontic condition، وبصير عنده signs of symptoms of endodontic condition على tooth that doesn't have مثلا a history of trauma ولا انه it has caries lesion. في عندي combined perio endo lesion، هذا الشخص بيكون عنده فعليا كيريز على هذا التوث، بس لو اطلع على البيريودونتشم تبعه بيكون عنده البيريودونتشم عنده ديزيزد، اوكي، فبيكون المشكله عنده من الجهتين، بيكون عنده مثلا ليتس سي بيج كيريوس ليجن زائد ديزيز بيريودونتشم، فبيعملوا لي ترو كومبايند اندو بيريو ليجن. نيجي لـ other conditions affecting periodontium اللي هو mucogingival deformities. طبعا هذا الجدول لازم نعرفه، اوكي. اول mucogingival deformity and condition رح نحكي فيها periodontal type. هلا periodontal type is not a deformity، هي مش خلل، بس هي condition موجودة عند هذا الإنسان، يعني طبيعة periodontium تبعت هذا الإنسان من أول ما خلق وهو هيك، أوكي، بدون ما يكون عنده hereditary diseases ولا إشي، بس طبيعة periodontium نفسها. خلينا نحكي على periodontal phenotypes. بقدر يجي عندي thin phenotype, thick phenotype أو thick scalloped phenotype. هلا حكينا الجنجيفا النورمال أو healthy جنجيفا هي scalloped، أوكي، يعني مقوسة، بس هدول الناس لأنه الجنجيفا عندهم إياها thin رقيقة، أوكي، فسمك الإبثيليوم مع الكونكتف تيشيو عندهم رقيق أقل من الطبيعي، في السكالوبينج بيكون عندهم أوضح، أوكي، في التقوس بيكون عندهم أوضح، ففي الثنتر فينوتايب السكالوبينج is pronounced، أوكي، يعني واضح جداً، والإنتردنتال بابيلا بتكون عندهم thin and long، أوكي، بلاقي الإنتردنتال بابيلا عندهم طويلة أطول من الطبيعي، أوكي. في هدول الناس اللي عندهم thin phenotype of جنجيفا أي traumatic forces زي مثلا التروماتيك brushing أو الأورثودونتيك forces بيسبب عندهم recession، أوكي. سو إيش مشكلة thin phenotype؟ إنه بس يتعرضوا لأي نوع من أنواع التراما بصير عندهم recession in the gingiva، بصير عندهم انحسار في مستوى الثلاج، لأنه الجنجيفا عندهم thin، عندهم رقيقة الجنجيفا، فبيكون الرياكشن للتراما اللي هو recession. نيجي لتاني phenotype اللي هو الشكل، أوكي، النوع الشكلي. عندي thick phenotype. في thick phenotype بالعكس ال interdental papilla بتكون عندهم ياها short، فما بحس إنه الجنجبة عندهم ياها scalloped، لا، بحس إنه الجنجبة عندهم ياها flat، أوكي. ف thin phenotype the scalloping is pronounced، التقوس عندهم بارز جدا، بارز أكثر من الناس الطبيعية، واللي بيزيد من بروز التقوس هو إنه الانتردنتال بابيلا عندهم إياها طويلة. ليش؟ لأن القوس
مش في إلى أعمدة حوالين القوس. فتخيل لو كل مكان العمود أطول اللي هو الانتردنتال بابيلا كل مكان أطول كل ما التقوس بيكون عندي إياها أبرز. هون في الثيك فينوتايب بالعكس الأعمدة اللي هم الانتردنتال بابيلا عندي إياها مقصار. فعشان هيك بشوف السكالوبينج مور فلات أوكي بشوف التقوس جاي مستوي أكتر أوكي. فبيكون عند هدول الناس الجنجوة بحسها فلات أكتر في مين في الثيك فينوتايب أوف بريدونشوم أوكي. في عندي النوع الثالث thick and scalloped أوكي. فبيجمع بين الخاصيتين بيكون عندهم الجنجفة thick زائد إنها بتكون عندهم ياها scalloped at the same time أوكي. المشاكل الثانية اللي بقدر ألاقيها في الميوكو جنجفال deformities اللي هو الجنجفال recession. هلا هذا الجنجفال ريسيشن اللي هو انحسار في مستوى اللثة اللي عم نحكي فيه هون مش due to dental biofilm أوكي. هذا الجنجفال ريسيشن بصير لأسباب تانية مثل إذا الإنسان عنده thin biotype وصار عنده trauma during the brushing أوكي. يعني هذا الإنسان عنده already thin biotype وهو بيستعمل قوة شديدة في تفريش الأسنان بصير عنده recession. بس هل هذا الجنجفال recession صار عنده due to dental biofilm؟ لا، هذا الجنجفال recession صار عنده due to trauma. Another reason for gingival recession اللي هو الأورثودونتك تريتمنت أوكي. في الأورثودونتك تريتمنت نستعمل قوة جدا عالية لتحريك الأسنان ويمكن جزء من القوة نستعملها إنه نحرك الأسنان للأسفل أوكي. يعني نطلع السن من السوكت للأسفل. فيمكن إحنا بنحرك السن ونطلع من السوكت للأسفل يصير في عندي ظهور لمين للجذر. فهذا gingival recession due to orthodontic forces أوكي. أو الناس اللي بيعملوا piercings أوكي. الناس اللي بيعملوا piercings اللي هم بيحطوا حلق في الجنجفة نفسها يعني في طريقة معينة هذا بسبب عندي gingival recession أوكي. فالجنجفال ريسيشن زي ما احنا بنعرف هو عبارة عن نوع من انواع الكلينيكال اتاتشمنت لوس. بس هل هذا الكلينيكال اتاتشمنت لوس ديو تو بيريودونتايتس؟ نو. فبحكي لك معلومة انه اغلب الكلينيكال اتاتشمنت لوس از ديو تو بيريودونتايتس تمام. بس في احيانا مثل الجنجفال ريسيشن اللي بيصير في الثين بايوتايب بقدر يكون هذا الكلينيكال اتاتشمنت لوس نوت ديو تو بيريودونتايتس. فالجنجفال ريسيشن اللي هلا حكينا هون فيه هو مش ديو تو بيريودونتايتس اوكي تمام. هي هون عندي الريسيشن جاي عندي فيشل وهذا النوع من أنواع الريسيشن بقدر يعالجه دكتور الأسنان. هلا لما يكون عندي بابيلاري ريسيشن هذا جنجفا ريسيشن وين جاي على المارجنال جنجفا نفسها. لما يكون عندي بابيلاري ريسيشن أوكي مش هون في عندي انتردنتال بابيلا لما يصير الريسيشن ديو تو انتردنتال بابيلا فهذا الريسيشن غالبا بيكون ديو تو بيريودونتايتس. فالفيشل أو اللينجوال ريسيشن is usually not due to periodontitis بس ال interdental papilla recession is usually due to periodontitis. هلا ال recession in the interdental papilla الاسم الثاني له black triangles black أوكي أسود. ليش؟ لأن زي ما إحنا شايفين بصير في shadow بصير أشوف هذا اللون أسود فبسميها black triangles papillary recession. طبعا البابيلاري ريسيشن زي ما حكينا يوجوال ديو تو بيريودونتايتس بس مشكله البلاك تراينجل انه ات از هارد تو تريت. فالجنجفال ريسيشن اللي بيكون فيشل او لينجل اول شيء بدنا نعرف انه اتس يوجوال نوت ديو تو بيريودونتايتس. في اغلب الحالات مش ديو تو بيريودونتايتس وسهل على الدنتست انه يعالجه. البلاك تراينجلز او البابيلاري ريسيشن از يوجوال ديو تو بيريودونتايتس وبيكون صعب على الدنتست انه يعالجه. اوكي انذر ميوكوجنجيفال كونديشن هو الجنجيفال اكسس. عكس الجنجيفال ريسيشن عندي جنجيفال اكسس عندي زياده في الجنجيفه. بتقدر تظهر على شكلين بتقدر تظهر ايذر على شكل اللي هو الجامي سمال او اكسسيف جنجيفال ديسبلاي. يعني من الواحد يبتسم ببين عنده جزء كتير كبير من الجنجيفه. يعني على الابتسامه لازم يبين عندنا يعني رح نحكي على مقاييس معينة لقدام بس let's say تقريبا 2 مليمتر of gingival show لازم يكون عندي تمام. لما يكون أكثر من 2 مليمتر gingival show لما أشوف أكثر من مليمترين على الابتسام بسميها هاي gummy smile أوكي. بيكون عندي excessive gingival رح نتعلم أسباب excessive gingival هون.
Another type of excessive gingiva اللي هو inconsistent gingival margin, يعني يكون عندي الزينث بوينت مش متساوي في كل الأماكن. إيش هو الزينث بوينت؟ اللي هو أعلى منطقة في الجينجيوال مارجن في السن, تمام؟ فهون let's say الزينث بوينت تقريبا في هاي المنطقة, هون في المنتصف, هون الزينث بوينت جاي أكتر laterally, أوكي؟ في الكينان برجع في المنتصف اللي هو أعلى منطقة في الجينجيوال مارجن. فالزينث بوينت لما يكون inconsistent بعطيلي inconsistent gingival margin. يعني inconsistent يعني غير متساوي, تمام؟ فهون شايفين الزينث بوينت مثلا في lateral incisor جاي هون, هون الزينث بوينت جاي في هذه المنطقة. فلو أعمل هيك خط أوصل بيناتهم بين أعلى منطقتين في هذول التو lateral incisor بلاقي inconsistency, بلاقي إنهم غير متساويين. فهون بيكون عندي جنجيف أكتر من هون, تمام؟ فهذا بسميه inconsistent gingival margin. إيش سببه؟ عندي gingival excess. أوكي, هيك خلصنا ثالث condition في الـ other conditions of the periodontium. نيجي لـ another condition of the periodontium, أوكي, أو affecting the periodontium, عندنا traumatic occlusal forces, أوكي. هلا الـ occlusal forces, الـ physiological occlusal forces مش لازم تسبب عندي تروما على السن, بس أحيانا هذول occlusal forces بتسبب لي تروما. خلينا نشوف إيش سبب الـ occlusal forces اللي بتسبب لي التروما. تقدر تكون high restorations, أوكي, يعني الحشوة العالية, أو بقدر يكون due to bruxism, الناس اللي بيشدوا على أسنانهم بشكل يعني أو بقوة عالية, أو لساعات طويلة, أو الاثنين مع بعض. بصير عندي widening في البيريودونتال ليجمنت في هذول الناس, أوكي, بتزيد عندي من مساحة البيريودونتال ليجمنت, وبصير عندي mobility of the teeth, وبقدر أحيانا حتى يتكسر الأسنان, وبقدر يصير عندي pain. إيش هو تعريف الأوكلوزال تروما؟ الأوكلوزال تروما عبارة عن injury, أوكي, هاي الانجري بتسبب لي تشو تشينجز, زي شو تشو تشينجز, زي مثلا حكينا الوايدنينج اوف بيريدونتال ليجمنت او موبيليتي ان ذا تيث, اوكي, وذن الاتاتشمنت اباراتوس. مين هو الاتاتشمنت اباراتوس اللي حكينا؟ عندي يا البيريدونتال ليجمنت, السمنتوم, الالفيولار بون, تمام؟ either due to physiological forces اللي هو ال physiological forces لما الواحد يحكي, لما الواحد يأكل, أو due to parafunctional forces زي ال bruxism which may exceed the adaptive capacity of the tooth, واللي بتكون عبارة عن زيادة من قدرة تحمل السن. فيعني قدرة تحمل السن تقدر تتغير لدرجة إنه ما بتتحمل الفيزيولوجيكال فورسز. خلينا نشوف كيف. هلا التروماتيك اوكلوزال فورسز في لهم ثلاث تصنيفات, في عنا برايمري اوكلوزال تروما, سيكندري اوكلوزال تروما, وارثودونتيك فورسز. البرايمري اوكلوزال تروما بيكون عندي البيريودونتشم هيلثي بس الفورسز زياده عن الحد الطبيعي, زي في البارافانكشنال هابيتس وزي ما في الهاي ريستوريشنز. فالبرايمري اوكلوزال تروما عباره عن انجري ريزلتنج ان تيشو تشينجز from excessive occlusal forces, okay, so بيكون عندي المشكلة بالocclusal forces إنها بتكون عندها excessive, okay, applied to a tooth with normal periodontium. So في primary occlusal trauma the periodontium is normal and forces are excessive, okay, which will cause widening in the PDL and the tooth will become mobile or even fracture. The secondary occlusal trauma البيريودونتيوم والسبورت من around the teeth is reduced, okay, بس الفورسز تقدر تكون either physiological أو تقدر تكون برضه excessive. بس الفكرة طالما عندي reduced support around the tooth فأي فورس رح يواجهها هذا التوث رح يكون بالنسبة له زيادة عن القدرة اللي بقدر يتحملها. ليش؟ لأنه السبورت سيستم اللي كان لازم طبيعيا يكون موجود مش موجود عندي حوالين هذا التوث. فالسيكندري اوكلوزال تروما بيكون اصلا عندي مشاكل في السبورت سيستم. فنيجي لتعريف السيكندري اوكلوزال تروما. السيكندري اوكلوزال تروما انجري ريزلتنج ان تيشو تشينجز فروم نورمال, شايفين يعني حتى النورمال فورسز بتسبب لي تروما في السيكندري اوكلوزال تروما, اور اكسسيف اوكلوزال فورسز ابلايد تو ا توث اور تيث وذ ريدوسد سبورت اند ذا بيريودونتال ليجمنت از ريدوسد اند بون از and there is bone loss, okay. وثالث نوع من أنواع التروماتيك اوكلوزال فورسز اللي هو الأورثودونتيك فورسز. طبعا هذول
الكلينيكال والراديوغرافيك انديكيتورز للاوكلوزال تروما. في عندي شيء اسمه فريمتس. شو يعني فريمتس؟ اللي هو فايبريشن اوف ذا توث، يعني بس يحط الواحد اصبع على السن تبعه ويطبق الاسنان على بعض رح يحس انه هذا السن بتخلخل، اوكي؟ ففريمتس هو فايبريشن او تخلخل السن. الموبيليتي انه السن قاعد عم بتحرك، اوكي، لحاله. occlusal discrepancies بيكون مثلا يعض على جهة أكثر من جهة. wear facets، أوكي، اللي هو المناطق اللي نحف منها السن. tooth migration، أوكي، يعني بقدر مثلا يصير عندي mesially inclined. fracture of the tooth، أوكي، بيصير عندي thermal sensitivity. ليش؟ لأنه بيصير عندي جزء مثلا من الجذر مكشوف، ولما ينكشف عندي جزء من الجذر بنحف السمنتوم على طول وبصير الدنتين عندي مكشوف، بصير عندي thermal sensitivity. discomfort أو pain on chewing، تمام. widening of the periodontal ligament space، ليش؟ لأنه بصير عندي عدد periodontal ligament أكتر، فلحتى يصير في عندي adaption إنه قاعد عم بيصير عندي عدد البيريودونتال ليجمنت أكتر، بصير في وايدنينج لهذا السبيس عشان يحتوي كل هذول البيريودونتال ليجمنت. طبعا ليش بصير عدد البيريودونتال ليجمنت أكتر؟ عشان يتحملوا هذول الفورسز. روت ريزوربشن، سمنتال تير، تمام. هلا آخر condition في other conditions of the periodontium هو tooth and prosthesis related factor. فيعني التوث نفسه أو شكل التوث أو الأناتومي of the tooth نفسها بتقدر تأثر على البيريدونتيوم. تخيل لي إنه يصير في عنا disease أو البروستيسيس برضه بقدر يسببوا لنا disease. فبحكي لنا مثلا localized tooth related factors that will modify or predispose to plaque induced gingival disease أو periodontitis. فأحيانا في factors موجودين بالتوث نفسهم بتخليه معرض أكتر للجنجيفال والperiodontal disease، زي التوث anatomic factors، زي مثلا الانامل بيرل. أوكي، الانامل بيرل اللي هو انه الانامل يروح بيوند السمنتو انامل جنكشن. فاحنا بنعرف ان البيريودونتال ليجمنت بيلتصق في الروت بس ما بيلتصق في الانامل، فهاي المنطقه بتكون بيوند السمنتو انامل جنكشن، ما بقدر يلتصق فيها البيريودونتال ليجمنت، بالتالي بصير عندي فراغ، وهذا الفراغ بصير يندحش فيه اللي هو البلاك واصعب تنظيفه. روت فراكتشر، اوكي، سيرفيكال روت ريزوربشن، root proximity قرب الأسنان من بعض، altered passive eruption، تمام. كل هاي الفاكتورز رح نحكي فيها خلال الفصل. وعندنا localized dental prosthesis related factors زي restoration margin placed within the supracrestal attached tissues، اللي هو restoration margin invading اللي هو ال biological width اللي حكينا عنه المرة الماضية، تمام. إذا ال restoration صار كتير subgingival وعمل invasion للبيولوجيكال width بعمل لي plaque accumulation، بيكون صعب تنظيفهم. clinical procedures related to the fabrication of indirect restorations، اللي هو طريقة تحضير السن للcrowns والveneers بتقدر برضو تأثر على periodontal health. hypersensitivity أو toxicity reaction to dental material خصوصا cold cured resin، أوكي، فتحسس الأنسجة نفسها من الدنتال ماتيريال بقدر برضو يسوي لي دنتال وبيريودنتال، عفوا، جينجيفال وبيريودنتال هيلث إيشيوز. آخر إشي رح نحكي فيه اللي هو البيري إمبلانت ديزيز أند كونديشنز. طبعا أول إشي بنبلش بالبيري إمبلانت هيلث، اللي هو بيكون ما في عندي إنفلاميشن، ما في عندي بليدينج أو بروبينج، ما في عندي بين، يعني كل الكاتيجوريز مش موجودة. peri implant mucositis، ليش مش gingivitis؟ لانه once بصير في عندي implant ببطل في عندي جنجيفا حوالين الامبلانت، بصير عندي اللي هو mucosal tissue. so do we have gingiva around the implant؟ no، we have mucosal tissue، عشان هيك بسميها peri implant mucositis. طبعا peri implant mucositis هو equivalent في السن للgingivitis، فبيكون مشكله بس في mucosal tissue around the implant. بيكون في عندي reversible inflammation، هذا reversible inflammation بيكون due to plaque accumulation، okay، بيكون سببه تجمع اللي plaque. هذا اللي plaque بسبب لي inflammation في الميكوزال tissue، بسبب لي مثلا اللي هو bleeding on probing،
بيكون منتفخ، بيكون ملتهب، لونه أحمر. alright. عندي البيري إمبلانتايتس. البيري إمبلانتايتس اللي هو لما يوصل الإنفلاميشن للبون هون عندي around الإمبلانت، تمام؟ طبعا البيري إمبلانتايتس مشكلته إنه it is very rapid okay bone loss، يعني نخسر البون بسرعة ولدرجة إنه بنقدر نخسر البون وبالتالي بنخسر الإمبلانت في البيري إمبلانتايتس. هلا البيشنتس اللي أصلا كانوا عندهم بيريدونتايتس احتمالية إنه تصير عندهم بيري إمبلانتايتس بتزيد، والبيري إمبلانتايتس جدا صعب نعالجه، تمام؟ وآخر إشي في اللي هو الجنجيفال كونديشن بيري إمبلانت ميكوزال ريسيشن، أوكي؟ سو الميكوزا راوند إمبلانت بيصير فيها ريسيشن. هلا شايفين كل إشي حكيناه في الجدول كنقاط، هاي كل المحاضرات اللي رح نحكي فيها بسنة رابعة بخصوص البيريو إن شاء الله، تمام؟ أي إشي مش مفهوم في المحاضرة بتقدروا تكتبوا لي بأي وقت، وبالتوفيق يا رب.